عسلامة، مرحبا بكم. الوصفة متاع اليوم عيش البلبة المالح. الفيديو هذا مشترك مع بعض القنوات التونسية على اليوتيوب. حضرت صدر متاع الدجاج، قسيته تريفات صغار، عنا تن، هذو موريقات الملسوقة اللي باش نحضرهم العيش البلبة، عنا شوية زيتون، زبدة، فلفل أكحل. فلفل أكحل فيها خليط متاع فيح، فيها شوش الورد، فيها الجبابة وقشور البرقدان. هذايا ثوم ملحي غبرة. هذايا البيبة متاع خبز شيحتها ورحيتها. عندنا كركم، ملح، كمون، جبن ملحي، كعبات عظام باش نحطهم في الخليط، زيت زيتونة، شوية معدنوس، شوية جبن بارميزان، عندنا سلامي ونواد ميسكات، وهذايا جبن شدار باش نحطو فوق الكعبات نتاع عيش البلبل وقت يحضرو. توا باش نبدا ساعة نفوح الدجاج ونحضر الوريقات نتاع الملسوقة، نقورهم ونقصهم ونذوب الزبدة. نحط شوية ملح، شوية كركم، شوية كمون، شوية فلفل أكحل. ونخلط التريفات متاع الدجاج، هاني كما تفوحتهم. توا ناخذ المقله نصب شويه زيت، مقدار متاع 3-4 مغارف، ما نكثروش الزيت. ناخذ شويه ثوم، هذايا الثوم الملحي الغبره. ناخذ البصل، وتوا المقلة باش نحطها على النار، نذبل لك البصل في وسطك الزيت والثوم. توا باش نحضرك الوريقات متاع الملسوقة، عندي القالب هذايا ديامتر متاعو 7.5، باش نحط هكايا فوق الساشي نقورو، باش نقور بستيلو، نحط هكايا وناخذ هكايا. نجيها كبحلاها ونزيد تعبة أخرى حتى نقورهم الكل. هاني كملت قورتهم، وتوا باش نقصهم بالمقص، نشدهم هكا فوق بعضهم ونقصهم. الملسوقة هاني كملت قورتها، نحيولها البلاستيك هكايا، ونذوب الزبدة، وباش ندهنهم الوريقات هذوما نتاع الملسوقة بالزبدة. توا باش نمشي ساعة نطيب التريفات نتاع الدجاج. البصل هاني حطيته باش يتقلى شوية مع الثوم والزيت. البصل تقلى، توا باش نحطك الدجاج اللي فوحته. نخلط، وبعد ما خلطته توا باش نغطيه ونخليه يطيب على نار واطية، ما نصبلوش ماء، راهو الدجاج هو اللي باش يسيب ماء اللي باش يطيب فيه. الزبدة ذابت، وتوا باش ندهنك الوريقات متاع الملسوقة. الملسوقة توا باش ندهنها بالزبدة. توا بالكعبة بالكعبة حتى نكمل ندهنهم الكل. الكعبة الثانية ندهنوا لها وجهها برك، واللي مش مدهون نحطوه فوق الكعبة اللي وجهها مدهون. توا هذه هي الثالثة نحطها فوق منها، ندهن لها وجهها، ندهنوهم هكايا كل ثلاثة كعبات نحطوهم مع بعضهم. كل الوريقات نتاع الملسوقة هاني كملت دهنتهم بالزبدة، وكل ثلاثة ورقات حطيتهم فوق بعضهم. الدجاج طاب وقف على زيته،
وكنشح الماء نتاعو كله اللي سايبو. توا باش نحط المعدنوس اللي قسيته، ونخلط، نخليها كالمعدنوس يطيب 3 دقائق وبعد نطفي عليه. الدجاج طاب وهني توا باش نطفي عليه، نخليه يبرد شوية وبعد باش نحطه في الخلاط ونرحيه. الدجاج رحيته وكنرحيوه كيما توا هكا رحيته، منرحيوهش أرطب برشا، نخليوه خشين شوية. نحط التن، نحط الزيتون، الزيتون قسيته، نحط البيبة متاع الخبز اللي شيحتها ورحيتها، باش نحط الجبن، الجبن من المستحسن يكون جبن متاع طاجين، باش نحط شوية فلفل أكحل، باش نحط شوية نواد موسكات، نخلط الخليط الكل في بعضه. توا باش نحط عظمة نخلط بيها ونشوف كاين شوية نزيد عظمة أخرى. الخليط مازال ناقص عظم باش نزيدو شوية، خذيت عظمة ركضتها وباش نصب شوية الساعة، وكان ناقص توا نزيد نخلط. الحشو هاني كملت خلطتو، الخلطة متاعو جات باهية، مانيش باش نكملها كالعظمة. الدجاج بعد ما فوحتو خلطتو خليته ارتاح 20 دقيقة، وتوا باش نبدا نحضر التعبيط متاع عش البلبل. حضرت القوالب، هذوما القوالب متاع عش البلبل، وحضرت الطبق اللي باش نطيب فيه، حطيت فيه البابي كويسون، وتوا باش نبدا نحضرهم بالكعبة بالكعبة حتى نكمل نحضرهم الكل. هكايا هكا 3 ورقات، نجمو نعملو 2 إذا كان نحبو، أنا خيرت نحط 3 على بعضهم. وناخذ توا شوية ماك الحشو هكايا ونحطو الحشو، كي نحطو كيما توا هكايا باش الكعبة ما تجيناش شطرها فارغ. وتوا ناخذ هكايا الوريقات نتاع المنسوقة كيما توا هكا تشوفو هما، فهمتو كيفاش تتسكر هكا، ونحطو في وسط القالب. شوفو كيفاش جات الكعبة مليانة. وإذا كان فما بلايص فارغين نجمو نزيدو راهو الحشو باش ما تبدلناش فارغة. وتوا بالكعبة بالكعبة حتى نكمل نحضرهم الكل. وكان جات ناقصه طريف كيما تاع الكعبه هذيا، ناقصه طريف من هنا نجمو نزيدوها، نزيدوها شويه الحشو باش ما تجينيش فارغه. توا الكعبه اللي حضروا باش نحطهم في الطبق.
التبيق هذايا حضر باش نحطو يطيب في فول سخون درجة الحرارة 160. عش البلبل طاب، توا هاني خرجته من الفول، قعد 10 دقايق باش طاب. توا هو سخون باش نبرش عليه الجبن البارميزان باش نلصقهم هكايا لتعبيت لبعضهم. هاني كملت تفرشت الجبن فوق منه، توا نستناهم يبردوا وبعد باش نزينهم. انا حضرت الجبن هذايا شدر باش نعملوه ورد، عندي القالب هذايا كيما توا هكا تشوفوا، نجي بالقالب ونجي فوق الكعبه قد قد. توا ما نجمش نحط مازال سخون يذوب لي حتى يبرد، وعندنا هكا. وفوق الوردة عملت أنا بالسلامي، وكل واحد راهو يزين كيما يحب، كل واحد عنده الاختيار في الزينة. عملت موريدات، القالب هذايا أصغر، الوردة هي بيدها أما هذايا أصغر. نجي هكايا هذو مع الورديت. توا بالنسبه للجبن هذايا، هذايا نجمو نعملو بيه ورديت كيما توا انا عملت الورديت هذوما، عملتهم بالقالب السيليكون اللي هو هذايا. ناخذ الطريفات نتاع الجبن هذوما ونجي عندي الورده هذي باش نحطو. ننزل عليه هكايا وبعد نخرجها الوردة هكا. هذه الوردة ونجم نعمل برشا أشكال نزين بيهم. وتوا كي يبرد الطبق باش نزينه وتوا نوريهولكم مزين. وناخذ القوالب ونكمل نطيب بقية الحشو. عش البلبل المالح حضر، وهني كملت زينته. وإن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، وبسلامة وشاهية طيبة. وما تنسوش الاشتراك بالقناة باش يوصل لكم جديد الفيديوهات.